الاقتصاد الرقمي. دكتور عبد الوهاب مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور يا مدام عزه. اهلا مبروك بحضرتك، لمصر وفخامه الرئيس. مبروك علينا كلنا، كل مشروع وكل حاجة جديدة تفيد الشعب ده وتعود عليه بالخير يا رب، مبروك علينا كلنا. دكتور عبد الوهاب، معالي وزير الصحة شرح لنا جزء ممكن نقدر نتفهمه اللي ممكن يعود علينا هذا المشروع كفايدة للمواطنين، وادانا نموذج زي الإسعاف مثلا أو احتياج مريض ما لمستشفى أو غيره. أعتقد إن احنا ممكن نقيس على ده مثلا النجدة، يعني كنا بناخد وقت فظيع جدا في ان احنا نتصل بنجدة نقول الحق يرجع يكلمنا تاني، الرقم ده صحيح، طب المحضر، طب احنا محتاجين من حضرتك شرح اكتر للاستفادة من هذا المشروع. اتفضل. تسمحي لي يا مدام عزة، انا هتكلم في 5 نقاط بالظبط. اتفضل. النقطة الاولى، اولا شبكات الطوارئ الموحدة في العالم كله قليلة، وكانت تملكها قليلة دايما الدول العظمى، لان تكلفتها عالية جدا والتكنولوجيات اللي فيها عالية جدا. ما فيش أي دولة أخرى نامية أو ناشئة عندها الموارد الكوادر البشرية اللي تقدر تدخل. دي أول نقطة. نعم. النقطة الثانية حضرتك، إحنا كان عندنا إيه قبل ما ننتقل إلى الحالة الجديدة؟ أيوة. كان عندنا مراكز تحكم وسيطرة أكيد ممتازة في القوات المسلحة، بس دي ليها شبكة اتصالات لوحدها غير مدنية. وكان عندنا مراكز اتصال مختلفة زي 121 و122 و123 للإسعاف والشرطة والدفاع المدني والكهرباء والغاز والسياحة. كل دي كانت مراكز اتصال فقط، ما عندهاش قواعد بيانات، كانت سهل بس إيه إن المواطن يبلغ عن حاجة معينة، ولازم هو يوصف وصف دقيق المكان اللي هو فيه والحادثة وكل حاجة. تمام. طيب، ودي كانت بقى إيه مشكلتها إيه كمان؟ لو كان بعضها متصل بقنوات اتصال عبر أقمار صناعية، كنا بنأجر قنوات من الأقمار الصناعية لبلاد أخرى. طبعا، ما احنا ما كانش عندنا قمر صناعي، ما احنا لسه هننتقل للحالة بتاعتنا. تمام. اولا كانت تبقى بياناتنا متاحة لغيرنا، دي اول نقطة. النقطة الثانية، كنا بندفع فلوس كتير. تمام، يبقى دي تاني نقطة. تاني كنا نقطة بندفع فلوس كتير. طبعا، ما هو اي دولة، في دول كتيرة بتطلع أقمار صناعية بأغراض تجارية تكسب. نعم. فقط. نعم. نعم. النقطة الثالثة بقى اللي هي مسحومة شوية. إحنا لما انتقلنا لأن نعمل زي الدول العظمى يكون عندي شبكة طوارئ موحدة. أول نقطة فيها مش هيبقى عندي بقى 121 122، لا، هيبقى عندي رقم واحد زي ما أمريكا عندها 911، هيبقى عندنا رقم ما. هيبقى أي واحد مواطن بيتصل بيه ويبلغ اللي هو عايزه. هم بقى يحولوا الى الجهه المختصه اللي هو طالبها، اللي هو او طالبها. الخدمه اللي هو عايزها، ايا كانت، سواء صحيه او دفاع. تمام. مدني او اي حاجه اخرى، امنيه. طيب. ايا كانت الحكايه. بس الشغل الصعب يا مدام عزه، ان احنا بقى لنا 4 سنين بنشتغل في موضوعات صعبه جدا، اللي انا وجهه نظري كلفت مش اقل من 100 مليار. هحكيها لحضرتك بسرعه. فضل. اولا، احنا عملنا بنيه تحتيه تكنولوجيه رقميه عاليه جدا. واحد يقول لي يعني ايه؟ زي ما قال معالي اللواء، احنا مدينا 32 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية عشان تغطي مصر. عملنا مئات وآلاف من الأبراج الاتصالات وأبراج التقوية علشان أقوي الشبكة بتاعة المحمول من ما بين المحافظات المختلفة. تمام. دي خدت جزء كبير. الجزء الثاني، ان أطلقنا القمر الصناعي تيبا 1 2019 عشان يغطي جميع المناطق الحدوديه بالذات وخريطه مصر كلها. وعلى فكره، القمر الصناعي كلها كقاعده عامه، كل ما ارتفع عن سطح الارض يبقى مساحه اللي بيغطيها على الارض عاليه كبيره. احنا القمر الصناعي تيبا 1 على ارتفاع 36,000 كيلومتر. طب ما احنا كان ممكن نعمله على ارتفاع مثلا 20,000 وهكذا عشان يغطي مساحه صغيره. كل ما ارتفع بيغطي مساحات اكتر، واحنا بنقول طب بيغطي مساحات اكتر ايه؟ ده بيغطي ثلث الكره الارضيه، عشان مستقبلا زي ما فخامه الرئيس قال، احنا ممكن نبيع بعض الخدمات التجاريه ليه لدول زي الدول المجاوره لينا في افريقيا او في اسيا. دي نقطة مهمة جدا. طبعا، عشان كده هرجع لحضرتك فيها، بس سايبة حضرتك تسترسل يا فندم. ثالث حاجة، إن احنا عندنا قواعد بيانات موحدة. احنا عندنا قاعدة بيانات موحدة اللي موجودة في مركز المعلومات الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، اللي هو فيه جميع بيانات المواطنين وجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بينا.
كل دي لو مش موجوده ما كنتش اقدر اعمل الشبكه الموحده. طيب تاني حاجه، عندنا تطبيقات كتيره جدا مختلفه، واهمها في وجهه نظري التطبيقات المكانيه. يعني ايه بقى؟ انا النهارده مواطن ماشي في طريق مثلا مصر السويس، حصلت لي لا قدر الله حادثه. طب هنا انا هقعد ابلغ بتاع الاسعاف او بتاع الدفاع المدني او اي حد يقول لي انت اوصف لي انت فين، جنبك ايه، مش عارف ايه. لا ده من غير ما اقول له هو عرف مكاني فين، كانه بالظبط بيروح له اللوكيشن فردا يعني. ما راح له اللوكيشن، ما هي دي تطبيقات مكانيه. وهنا ميزه بقى القمر الصناعي تبقى واحد تمام، عرف مكانه على طول. تمام. ومش بس كده كمان، احنا بقى طب الكلام ده كله لازم يكون في مراكز تحكم وسيطره على مستوى مصر كلها بتتحكم في الكلام ده كله. ايوه. فعندنا المركز الرئيسي التحكم هيبقى موجود في العاصمه الاداريه الجديده، و27 مركز فرعي في جميع المحافظات، في كل المحافظات الأخرى. طيب علاوه على ان بقى، طب انا أأمن الشبكه دي ازاي؟ الشبكه دي دلوقتي ما بقتش شغاله على الانترنت، بقت شغاله على شبكه خاصه بينا مع صيبة واحد، فيلزمها مجموعه من التطبيقات لامن وسريه المعلومات عاليه جدا لعدم اختراق اي قرصان او واحد متطفل للتعرف على معلومه ما، وزي ما قال فخامه الرئيس مؤمنه باكثر من عده طرق. نعم. وايضا استخدمنا فيها الطاقه الجديده والمتجدده، يعني حتى الابراج الجديده كلها ما بقاش تحط جنبها مكنه ديزل مثلا عشان تلوث البيئه، لا، لان احنا داخلين النهارده يعني في الكوب 27، فلازم يكون عندنا امثله ان احنا بنطبق الطاقه الجديده والمتجدده. دي كانت ثالث نقطه يا مدام عزه. طب رابع نقطه بقى هتفيد المواطن، ممكن المواطن بعد الكلام ده كله يقول هيفيدني في ايه؟ اولا خدمه المواطن، المواطن النهارده لو حصل له اي حاجه في الطريق، اي حاجه في البيت، حريق، ازمه صحيه، عايز خدمات تعليميه، عايز يستعلم عن الميه، عن الكهرباء، عن المرور، عن السياحه، اي حاجه، اي خدمه، لان النظام ده هيبقى مرتبط بمنظومه التحول الرقمي اللي اتكلمنا فيها قبل كده. ايوه. فالمواطن النهارده من خلال الرقم الموحد اللي هيبقى موجود ده هيقدر يدخل على خدمات كتيره اخرى ياخدها. طبعا لولا هذه الشبكه تكون موجوده ما كانش هيقدر يدخل. ايوه طبعا. هذا الكلام بقى في النقطه الاخيره في الخمسه، خدمه الدوله. الدوله النهارده استفادت ايه؟ النهارده الدوله اولا بقى عندها تحكم كامل في مساحه مصر كلها بجميع خدمات. حد حضرتك مثال، احنا عندنا مثلا النهارده حقل ظهر. حقل ظهر ده في المياه الاقليميه بيننا وبين قبرص. طب كنت هغطيه ازاي النهارده لو ما عنديش القمر الصناعي طيبة واحد؟ كاتصالات وحمايه. نعم مفهوم. احنا كنا الحمد لله انتهينا منها، كان في سينا زمان بيضربوا انابيب البترول ويحرقوها. ايوه. طب النهارده احنا النهارده جميع الخطوط الخاصه بالغاز وانابيب البترول والمواصلات العامه والمونوريل والقطارات السريعه وكل الكلام ده كله هيبقى متشاف في الشبكه ومؤمن بطرق رقميه. هيبقى في كاميرات بعيده المدى وفي سنسورز داخله من تطبيقات الثوره الصناعيه الرابعه اللي هي انترنت الاشياء، لو لا قدر الله اي انبوبه حصل لها حاجه انا بعرف هي فين في لحظتها، مش هستنى لما تولع وحد يبلغ. تمام. يعني نقاط مهمه جدا طبعا. كمان كان احيانا خطوط البترول بالذات كان بتيجي ماشيه في اماكن في الصحراء الناس بتكسرها ويجيب سيارات تحمل بترول. ونخسر كتير. كل الكلام ده كله هيبقى متابع رقميا من خلال القمر الصناعي تبقى واحد، ومن خلال استخدامات التطبيقات الذكية للثورة الصناعية الرابعة. أنا شايف إن الجهد اللي اتبذل في 4 سنين ده دول عظمى فقط هي اللي بتعمله، عشان كده إحنا النهاردة دولة دخلنا أمريكا ومين يا دكتور مصر من الدول العظمى النهاردة. أمريكا ومين؟ لا، امريكا والدول الكبيره في اوروبا وزي روسيا مثلا والصين وبعض الدول، لكن الدول لان تكلفتها يا مدام عزه عايزه مئات المليارات. صحيح. ومش بس كده، الحقيقه عايزه كوادر يعني هنا في هنا مجال كمان اتصالات تكنولوجيا المعلومات على مستوى خبراء عاليين جدا، ومصر فيها الاف من الخبراء. احنا بنتكلم على انه هذا القمر طيبه واحد تم الاستعانة فيه بخبرات أجنبية ولا كله مصري بأيدي مصرية؟ لا، هو تشغيله كامل 100% مصري.
تمام. لكن هو صنع ما بين شركات فرنسية وشركات أمريكية، والقمر الأقمار الصناعية في العالم كلها بتطلع من منصات في العالم معروفة، معروف لإما بعض المنصات لكن تشغيله مصري 100%. تشغيله مصري 100%. تشغيله 100% مصري، ومحطات التحكم فيه موجودة، محطتين أكبر محطتين في مصر هنا داخل مصر اللي بيشغلوها كلهم مهندسين وفنيين مصريين. مصريين. طب هنتقل لحضرتك مع حضرتك للنقطة الأخيرة دكتور عبد الوهاب، وهو فكرة الشكل التجاري، كيفية الاستثمار في هذا المجال. هل أولا الشكل التجاري احنا زي ما قلت لحضرتك القمر الصناعي تيبا واحد بيغطي تلت الكرة الأرضية. طيب هو تلت الكرة الأرضية دي يعني مثلا بتاع 30 40 50 دولة. طب منهم مصر. طب احنا كل الدول المحيطة ودول نهر دول حوض النيل ومعظم دول غرب آسيا، كل الدول دي بيغطيها القمر الصناعي. في دول ما عندهاش أقمار صناعية. هتيجي تقول لمصر والله أنا عايز أعمل مثلا على سبيل المثال شبكة طوارئ موحدة، عايز أخد منكم خدمات الاتصالات من الأقمار الصناعية. يعني لو جاز التعبير مثلا أقول مثلا دولة زي ليبيا جنبنا جارة وحبيبة، مساحتها ضخمة جدا، عايزة تعمل سيطرة على المساحة كلها، تقدر تاخد خدمات اتصالات مننا، ودي طبعا هيبقى فيها نوع من التجاري. مش بس كده، ممكن شركات بترول أجنبية بتعمل في البحر الأبيض المتوسط تاخد مننا خدمات، بدل ما هي تشتري من حتة تانية مثلا وتكون بتعمل في المياه الاقتصادية بتاعتنا، تاخد مننا خدمات مدفوعة الأجر. إذا احنا لما بنصرف النهاردة 100 مليار، أولا الهدف الرئيسي خدمة المواطن وخدمة الدولة، ثانيا ممكن أغطي هذه المبالغ في نوع من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والموارد المادية المصرية. بشكرك دكتور عبد الوهاب، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. كنا ده كان موضوع مهم قوي ان احنا نحاول نبسطه كده ونوصله لحد